تعامل مع نعمة النفع، وهناك نعمة الدفع، وهو ما دفعه الله عنك من المصائب الحسية الدنيوية والمعنوية الدنيوية، دفع عنك مصائب كثيرة، حتى لو كانت لديك بعض المصائب، أي حتى عند نزول المصائب عنك هناك نعمة. يقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يقول: أحمد الله أن الله تعالى لم يبتليني ببلاء إلا وجعل ذلك مصحوبا بأربع نعم. النعمة الأولى أن هذا البلاء لم يكن في ديني، أي لم يكن هذا البلاء بأن أحرم ديني. والنعمة الثانية أن لم يبتليني بأعظم من هذا البلاء، يعني كان من الممكن أن تصيبني مصيبة أكبر، حصل لا قدر الله حادث سيارة كان يمكن أموت فيه، خسرت صفقة كان يمكن أن أفقد ولدي، لكن الله جاب لي مصيبة أقل. فالأولى ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل المصيبة في ديني، والثانية أنه لم يبتليني بأعظم منها، والثالثة بأنه سبحانه وتعالى رزقني الرضا، أي لم يجعل حالي عند المصيبة حال السخط على الله عز وجل والاعتراض. الرابعة أنه عز وجل قد وعدني بالثواب عليها. متى تكون المصيبة في الدنيا إذا قورنت بالأربعة هذه؟ نعمة ما صارت في الدين، صارت في الدنيا.